كثير من الممثلين يمتقون الناس من وراء فنهم، لكن عدد قليل من الممثلين فقط يستطيعون أن يشاركوا في المناقشة الاجتماعية المهمة من وراء فنهم. فاتن حمامة ليست ممثلة بارزة بحسب الرائد أيضا في الحوار بين الأفلام المصرية والمجتمع المصري عن دور وحقوق النساء في مصر. من كانت فاتن حمامة؟ ولدت في منصورة في مصر، ووالدها عمل في وزارة التربية، لكن أمنيته الحقيقية كانت أن أصبح ممثل، وهكذا هو شجع فاتن على انتهاز الفرصة للتمثيل في فيلم اسمه يوم سعيد. بعد ذلك دهش الشعب المصري من روحها الفريدة، وبسبب شهرتها حصلت على لقبان، الأول قلب المصر، والثاني صيدة أولى السينما العربية. لماذا تعتبر فاتن حمامة الرائدة؟ وماذا تميزها من الممثلات المحترمات الأخريات؟ سأوضح. في عام 1950 طالبت المخرجين أن يصوروا القضايا التي توفر في النساء، ولبى المخرجون دعواتها لمناقشة أوجه الجنس الصعبة، وفاتن مثلت في الأفلام التي تدورها حول مواضيع مثل العنف المنزلي والتحرش الجنسي ومعاملة النساء بعد الطلاق. فاتن أمنت بأهمية تعليم المجتمع عن هذه القضايا من السينما، وأيد كثير من الناس، لكن كانت عندها أعداء أيضا. رجل واحد كتب رسالة لفاتن وهو قال: أعارضك لأن زوجتي شاهدت فيلمك وثم قررت إن تتسوى معي، وهكذا سأفقد سلطتي في بيتي. عندما فاتن قرأت تلك الرسالة لم تشعر بالحزن بسبب النقد. فاتن كانت مقتنعة بكفاحها قد يكون فعال. شكرا.